فنقرأ التعددية المجتمعية والتماسك المجتمعي. يسعدنا اليوم أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء إمام مسجد الرحمن في كينغز غروف، فضيلة الشيخ يوسف نبهة، الذي يلعب دورا محوريا يعني في توعية المجتمع الإسلامي وتعزيز قيم السلام والتسامح. صباحك خير فضيلة الشيخ. صباح الخير، صبحكم الله بالخير. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية، في ظل هذه التوترات الحالية، شو الرسالة اللي بتوجهها للمجتمع بخصوص يعني نبذ الكراهية وتعزيز الوحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أننا ندين ونجلب أي اعتداء يمكن أن يصدر من أي جهة أو من أي طرف، ونحن نؤكد على ضرورة استخدام واستعمال الخطاب المنفتح الحواري الذي يستطيع أن يفتح عقل وقلب الآخر عليه، وكذلك نؤكد على ضرورة مد اليد لكل الأطياف ومكونات هذا المجتمع الأسترالي الذي نحب، وهو وطننا الذي نريد له أن يبقى آمنا سالما من أي اعتداء أو عدوان أو غير ذلك من العناوين المتطرفة والعدوانية. فضيلة الشيخ، في قراءة يعني أكثر من سطحية نغوص إلى العمق، هناك جرح فلسطيني كتير عميق ما بنقدر أنه نستغيبه في هذا المشهد. ولكن اليوم شو دوركم كقاضي دينيين يعني بأنه ما تنقل هذه الجراح أو التعبير عنها بطريقة عدائية إلى الداخل الأسترالي؟ كيف تساهم حضرتك بتعبير تهدئة النفوس وطمأنت المجتمعات المتأثرة أيضا بهذه الأحداث؟ نحن أكدنا أكثر من مرة وفي كل الخطابات التي نلقيها أو حتى في المقابلات الخاصة أو العامة، لا فرق عندنا بين الخطاب الذي يكون موجها للعامة على يعني من منبر المسجد أو في لقاءات خاصة مع سياسيين أو أمنيين أو مشاكل، إننا نؤكد على أن جرح العرب والمسلمين بليغ في كل ما يرتبط بالشأن الفلسطيني، وهكذا في الواقع يعني اللبناني وكل المواقع الأخرى التي يعاني فيها العرب والمسلمون من العدوان الإسرائيلي الذي يستبيح الدماء ويستبيح يعني الأرض ومشاكل. ولكننا في نفس الوقت نحن ندعو أبناء جاليتنا في كل ما ذكرناه خلال المدة الماضية، ولا زلنا ندعو أبناء جاليتنا إلى عدم التصرف بشكل انفعالي بعيدا عن القوانين وعدم الالتزام بالنظام العام، بل يجب علينا من الناحية الإسلامية والشرعية أن نلتزم بالقانون العام وأن نحافظ على النظام العام وعدم استيراد مشاكل الخارج إلى ساحتنا الأسترالية. نحن نستطيع أن نعبر عن مواقفنا، عن كلماتنا، عن الموقف، عن موقف العدل والحق والخير بالوقوف إلى جانبه بعيدا عن لغة العنف وعن خطاب الكراهية ومشاكل في هذا المكان. نعم شيخ يوسف، طبعا نحن هنا من هذا المنبر لن نتسرع بالحكم أو نربط بين أي متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية بما حدث في ولارة، طبعا بانتظار تحقيقات الشرطة، ولكن عندما تتحدث عن عدم استيراد الخلافات والتوترات من الشرق الأوسط إلى أستراليا، ربما تبرز الحاجة هنا إلى تعاون يعني بين القيادات الدينية، تنسيق أكبر حتى مع السلطات الأمنية لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي. شو في مبادرات يعني تقودها يا فضيلتك وحتى مسجد إمام الرحمن والجالية ككل يعني في هذا الإطار مع الجالية؟ نحن يعني من الطبيعي أننا نقيم أفضل العلاقات مع الجاليات الإثنية الأخرى سواء كانت مسيحية أو حتى في داخل اللقاءات الإسلامية المختلفة من حيث مذهبياتها، وفي نفس الوقت نحن نتواصل مع السياسيين كذلك
وكما ذكرتم لا ينبغي أن نتسرع في اتهام أحد، لأنه كما ذكرت إذا كان هناك جهة هي التي قامت بهذا العدوان أو بهذا الاعتداء على الجالية اليهودية، فإننا من الطبيعي ندينها. وكذلك يبقى هناك احتمالات أخرى، يجب على الهيئات الأمنية وعلى البوليس أن يحققوا فيها إذا كان هناك طرف ثالث، طابور كان عندنا يقولون طابور خامس، يعني هناك طرف ثالث يريد أن يفتعل هذه المشاكل من خلال إثارتها هنا أو هناك. تعرفون هذا يعني في المجال يعني المخابراتي والأمني وكما يذكرونه، يمكن أن يصنع هنا ضربة وهنا ضربة حتى الناس تختلف فيما بينها. فلذلك أنا لا أتسرع، وإنما أقول إذا كان هناك إدانة لأي أحد بعد ثبوتي عليه من خلال التحقيق والبحث ما يقوم به ما تقوم به الشرطة، فمن الطبيعي نحن ندينه ونشجبه. وإذا كان هناك لا عمل يعني افتعالي، فإننا كذلك ندينه، ويجب على السلطات الأسترالية أن تكون جادة في مكافحة هذه الاستخدامات السيئة. لأننا نحن نعرف مثلا سابقا كان هناك استخدام من بعض الجهات لباسبورات أسترالية وارتكبت بها جرائم في دبي، هذا نحن نعرفه جيدا عام 2008. لذلك نحن نقول يجب أن يكون هناك تحقيقات من قبل الشرطة، قبل الجهات الأمنية، وإذا ثبت أن هناك شخص ما أو طرفا ما متهم فيجب طبعا محاكمته وأن ينال العقاب العادل. نعم فضيلة الشيخ، يعني وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مجلس الجاليات اليهودية الأسترالية، الحوادث المعادية للسامية في أستراليا تحديدا تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العام الماضي، ولكن نقرأ يعني ونتلمس حوادث أيضا معادية للإسلام. هل برأيك اليوم السلطات تقف على مسافة واحدة وبنفس الجدية مع حوادث يعني تتعرض لها الجالية المسلمة تحديدا؟ لا نخفي إذا قلنا يعني هذا تلاحظونه أنتم أكثر مني باعتبار أنكم تتابعون الشأن الإعلامي أكثر مني في كل دقائقي وتفاصيله. من الواضح أن الإعلام الأسترالي والغربي عموما مسيس، ويعني يشيطن المسلم والعربي و يعطي صورة سيئة عنه، وبالتالي هذا ينعكس على الصورة النمطية التي يمكن أن يتخذها الشعب الأسترالي أو العالم الغربي عموما عن المسلم وعن العربي بأنه مجرم وأنه قاتل. خصوصا نعرف أن بعض قادة هذه الدول كما ذكر ترامب في إحدى كلماته أن أوباما وكلينتون هم الذين خلقوا هذه المنظمات يعني الإرهابية ومشاكل. فعلى كل حال نحن ما نريده أن يعاملنا السياسيون ونطالب وسائل الإعلام كذلك بأن يكونوا عادلين في كيفية مقاربة القضايا الداخلية في أستراليا. العدالة هي مسألة حقوقية عامة إنسانية لا ترتبط لا بدين ولا بموقع أو بجهة أو بمكان أو بزمان، وإنما هي حاكمة على المكان وعلى الزمان. إن الله يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما نقوله هي كلمة الإمام علي عليه السلام اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحبه لنفسك واكره له ما تكره لها. نحن قابلين أن نكون في عدل في كيفية التعاطي معنا، اعتبرونا نحن مكان اليهود وحطوا اليهود مكاننا، أو حطوا المسيحيين مكاننا أو حطونا مكان المسيحيين وهكذا. أستراليا بلد يعني علماني، ويعني يجب أن يكون على حياد في التعاطي مع كل القضايا السياسية. طبعا أنا أذكر بموقف الوزير توني بيرك الذي نحترم، و يعني حقيقة في خصوصا لما ضرب مثل المرأة المسلمة العجبة العربية وما شابه، نحن نثمن ونقدر هذا الموقف للوزير توني بيرك
ونتمنى أن يكون السياسيون جميعا مثله، خصوصا أنه قام بمسؤوليته في عدم منح وزيرة إسرائيلية الفيزا من أجل إلقاء خطاب كراهية في أستراليا. نحن نحيي موقفه وعدله في يعني اتخاذ القرارات. نعم فضيلة الشيخ، يعني تحدثت عن وسائل الإعلام كيف تتعاطى مع هذا النوع من القضايا، شو بتحكي اليوم، بتوجه كلمة لمن يستمعون إلينا اليوم يعني من أبناء وبنات الجالية الإسلامية والعربية عموما، التعامل مع المعلومات والتقارير على السوشيال ميديا اللي في كثير من الأحيان تغذي الانقسامات، يعني شو نصيحتك لمن يتابع اليوم هذا الكم الهائل من الأخبار؟ أنا أقول لهم أن عينكم وأذنكم ولسانكم مسؤولية، عندما تقرؤون أو عندما تستمعون أو عندما تتكلمون فكروا بالمضمون الذي تتلقونه أو الذي تحاولون أن تلقوه. لا ينبغي أن تضعفوا ولا ينبغي أن تتهوروا، لا ينبغي أن تجبنوا ولا ينبغي أن تصبحوا أداة وأبواق للآخرين. أنتم أستراليون، أنتم مواطنون أستراليون، وأنتم أتيتم إلى هذا البلد وساهمتم في نهضته وفي ازدهاره على كل المستويات، لذلك أنتم مواطنون أستراليون، عيشوا مواطنتكم كما ينبغي أن تعيشوها في احترام القانون والنظام العام، ولا ينبغي أن تخافوا ولا أن تجبنوا، وكذلك حاولوا أن تدققوا في كل ما تسمعونه أو في كل ما تقرؤونه، وعندما تطلقون الكلمة أطلقوها حرة عادلة تطلب الخير والنفع لصالح مجتمعاتكم وبناء أوطانكم. وعلى كل فرد هنا هذه المسؤولية لخلق هذه القيم السلامية في مجتمع متماسك. شكرا من القلب لك فضيلة شيخ يوسف نبهة إمام مسجد الرحمن في كينغز جروف على هذه القراءة الصباحية. حياكم الله. شكرا جزيلا لك. سننتقل من هذه